كل المشاهدين احنا وياكم وصلنا كمان لعند كارلا، وكارلا رح تخبرنا اليوم عن الفيجيتيريان. مظبوط. صباح الخير. صباح الخير جوزيف. يعني انا بدي اقول لك الاقوال الشعبيه، عم تقولي شيء تفضل. لا بس كنت بدي رحب فيك باستوديو عالم الصباح، بيوم المرأة العالمي. بيوم المرأة العالمي لأنه جوزيف من أكثر الشباب اللي أنا بعرفهم مناصرين للمرأة وبيشجع وبيحمس كل أعمال صحيح. المرأة، وابتداء من إلينا هي المرأة العالمية لجوزيف بنته لجوزيف بس لحتى الكل يعرف، وطبعا باقي الزملاء لأنه بعرف صحيح. نحن كسيدات حول جوزيف بنحبه كثير وهو سندنا بعالم الصباح. حبيبة قلبي، وأنا بعرف قد ايه المرأة كان لها دور كثير كبير ببرنامج عالم صحيح. الصباح، على يعني بأضعاف الرجل يعني بهالبرنامج، واللي البرنامج قدر يثبت نفسه من خلاله عملكم. طبعا كارلا، نحن بنسمع كثير عن الفيجيتيريان، وبنسمع كثير، ما بعرف، في قصص غلط، في قصص صح، صحيح. في قصص انت بتشجعيها، في قصص لا بعرف، لانه مزبوط. انا اوريدي سالك على الموضوع، بس بيقولوا انه الانسان بيضل رايي هون بنسمعه لخبرك يوم بعدين بحكي لك الحكي، ما بيعصب احسن، ما بيصير في معه البلوحات وهالقصص الدم والامراض وامراض البول وامراض الاجرين والايدين، وبيقولوا انه احسن للديجستيون واحسن لكل شيء، ومش لازم ولا الامراض السرطانيه، ومش لازم ناكل الا قصص فيجيتيبلز. هلا انا سائب بما انه نحن بموسم الصيام عند الطوائف المسيحيه، وكثير من الاشخاص هلا قاطعين عن اللحوم، حبيت احكي عن نظام الغذاء النباتي من الناحيه اللي عم تحكي عنها جوزيف، انه المنافع وقديش الواحد بيستفيد من الناحيه الصحيه طبعا، وكمان تبين من خلال الابحاث انه حتى للبيئه افضل نكون نباتيين، اذا ما كنا نباتيين كليين على القليل نخفف استهلاكنا للمواد الحيوانيه. هلا تنفسر جوزيف، عندك عائلتين اذا بدنا نحسب من الفيجيتيريانز او النباتيين، العائله اللي هي بنحسبهم فيجيتيريانز بس بياخذوا نباتيين، بيتناولوا او بيستهلكوا المشتقات الحليب والبيض، انما ما بياخذوا طبعا اللحوم، يعني ما بياخذوا ولا لحم البقر ولا الدجاج ولا السمك، انما منتوجات الحيوان بياخدوها، يعني البان واجبان وبيض. وعندك الجزء الاخر اللي هو بنسميه النباتيين الكليين، يلي ما بياخدوا اي مصدر للمصدر الحيواني. هلا ما بخفي عنك انه هالنظام صعب انه الواحد يتبعه، ولازم يكون هالشخص النبات الكلي كثير عم ينتبه كيف يمزج اكله لما يصير في عنده نقص، وطبعا ما بننصح فيه للاولاد لانه ما بيقدروا ينمو ويكبروا من دون ما يكون في عندهم ولو مشتقات الحيوان ليكمل الغذاء. انما هلا كل شيء عم بيدل قديش مهم انه الواحد يكون عنده مثل ما بيقولوا يتبع هالنظام. وراح بلش بالاول دراسه كثير كبيره، يعني درست حوالي 108 ابحاث بمقال واحد، درس كل بالتفصيل تقريبا عندك فوق ال 15 مجموعات من الاشخاص، تابعوا وشافوا هالاشخاص اللي هن نباتيين شو كانوا احسن، هل كانوا احسن وقديش هن احسن من الاشخاص اللي مش نباتيين. بس حضرتك ذكرتي هلا انه صعب الواحد يتبعها، صح. ولكن العالم انا بشوفهم وبتعرف عليهم اللي بيتبعوها صعب انه ياكلوا لحوم، لانه هن بالنسبه لهم سهله انه ياكلوا هالقد كله خضار وتعودوا وبيكونوا تعودوا. هلا اللي تبين جوزيف انه هالاشخاص النباتيين، طبعا انا هون رح امزج بين النباتي اللي عم ياخذ مواد حيوانيه والنباتي اللي ما عم ياخذ مواد حيوانيه ابدا، تبين انه امراض القلب والشرايين، خاصه كل شيء خاصه بالجلطه، كل شيء خاصه ب مثل ما بيقول الدبحة القلبية، بتخف بنسبة 25% عند الأشخاص يلي عم بيتبعوا نظام نباتي. 25% نسبة كتير عالية. بينزل الكوليسترول السيء الـ LDL، بينخفض مجموع الكوليسترول عامة، وزنه الـ Body Mass Index عندهم أو مؤشر كتلة الجسم بيكون أقل، يعني قديش أنت
وزنك على طولك، وتبين انه حتى الاشخاص اطلعوا على نسبه السرطان، حتى السرطان نسبه الوفيات من السرطان خفت بنسبه 8% عند النباتيين اللي بياخذوا قلبين واجبان، وبنسبه 15% اللي ضعفت عند الاشخاص اللي ما عم بياخذوا. يعني كمان رقم عالي. صح، قلبين واجبان. عم تحكي 15% من المرضى مش من 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 المصابين. من خطر، من خطر الاصابه. نعم. من السرطان. مش الوفيات. أوكي. الوفيات هي اكثر لها علاقه بالقلب، يعني الوفيات الناتجه عن امراض القلب والشرايين. نعم. انخفضت نسبه 25%، وهي نسبه جدا عاليه، يعني الواحد بيفكر فيها مرتين. هلا الخبريه الحلوه كمان للاشخاص اللي هلا عم بتبعوا النظام النباتي، او تبين كمان من دراسه كثير كبيره جمعت اكثر من 15 بحث. نعم. هل الابحاث نقوا على القليله اشخاص اتبعوا على 4 أسابيع نظام نباتي مقارنه باشخاص ما اتبعوا وكانت الاعداد كبيره، وشافوا اذا بيخسروا وزن، وتبين انه اول اربع اسابيع تنقل انت من نظام غير نباتي لنظام نباتي بغض النظر اذا عم تاخذ قلبين واجبان او لا. هون النتيجه كانت نفسها للاثنين. نعم. بتنزل حوالي 4 كيلو بالشهر. ليش برايك جوزة؟ ليه 4 كيلو بالشهر لو عم تاكلي خبز وكربوهيدرات وكل هالقصص هي؟ ما هون شو اللي عم بيصير؟ انت اكثر شيء عم تاكل مجبور تاكل خضره لتشبع. نعم. بمجرد انه انت انتقلت من انه تاخذ لحمه ودجاج عم تاكل خضره اكثر، الهضم اسرع. الهضم اسرع وبتشبع اسرع. يعني مثلا حسوب عم تاخذ فتة باذنجان، مجبور تكتر الباذنجان وتكتر الحمص لتشبع. هلا طبعا في خبز، نحن بمجتمعنا الشرق الاوسط بناكل خبز كثير مع الاطباق اللي نباتيه مثل ما بيقولوا. صحيح. بس زيت وبامي وكلها بدها كلها بدها خبز. مضبوط مضبوط. بس انت عم بتعود نوعا ما، يعني هالكميه حتى لو عم تاكل خبز بعدك عم تاكل كميه الياف اكثر، وبالتالي عم تشبع، كميه الطاقه عم بتكون اقل، واهم شيء كميه الدهن اقل. يعني هلا اشخاص تبين انه كانوا في منهم عم ياخذوا بس 10% من اكلهم من الدهون، وكل الباقي خضره، طبعا في حبوب، واوقات بيوصلوا حتى 30% من الدهون، بس شو بتكون دهون؟ زيت زيتون. نعم. هلا اوكي ما بنتذكر انه لو اخذنا زيت زيتون بيعطي طاقه وبيعطي وزن زياده، بس انت نوعا ما عم بتضلك عم بتعود، وبالتالي عم تاكل اقل. عم تحكي 4 كيلو بالاربع اسابيع؟ بالاربع اسابيع حلوين، بس بمجرد انه نقلت من نباتي من غير نباتي. يعني هون اذا بتطلعي على الصيام بكل الاديان، يعني غير انه فرض للدين، هو كمان صحي. بتصور كانوا يعرفوا بهالموضوع، ربنا بيعرف انه واحد يبتعد عن هالمأكولات، هي تنظيف، ديتوكس للجسم. صحيح، تنظيف 100%. وقت الواحد تحي يحكي ديتوكس بيحكي على تحديدا انه الواحد يمتنع او يخفف من تناول مشتقات الحيوان، اللحوم وغيرها. هلا بالنسبه للسرطان وتحديدا سرطان القولون، كمان تبين انه او المصران الغليظ، تبين انه الاشخاص النباتيين كمان عندهم بعد حمايه مضاعفه ضد هالسرطان بالتحديد. وما بعرف ليه كمان، ما فهمنا ليه بالتحديد النباتيين اللي بس بياخذوا سمك بقى كمان. السمك ما تنسوا السمك، هلا افضل يكون مشوي مثل ما بين معنا، مش مقلي. نعم. مشان الزيت طبعا. بس كمان منين جبتي لنا السمكات كثير طيبين؟ هذا لقص طيبته هلا من البحر قبل ما اجي لهون. وطبعا ما لازم ننسى الاشخاص اللي عندهم سكري جوزيف، تبين كمان انه المزيج بين الفاكهه والخضار النسبة العاليه مع الحبوب، اذا كانت حبوب كامله او بقول مثل الحمص والفول، بيخلي الجسم نوع من التوازن بالدم، خاصة الاسيد بيس بالانس، يعني قديش الدم معقول تطلع الاسيدتي فيه او لا. او تنزل كل ما اكلت انت لحمه ودجاج وصح وحبوب، يعني وطحين يعني ابيض، كل ما صار في اسيديتي بجسمك اكثر، وهذا مش مستحب وباهلك لتنصاب بالسكر من النوع الثاني. بقى هالمزيج بين تخفيف اللحوم وزياده الفاكهه والخضار بيعدل هالنسبه، وتبين كمان على اعداد هائل حوالي فوق 60,000 سيده ورجل اتبعوا لمده 14 سنه، وتبين الاشخاص اللي عم ياكلوا اكثر فاكهه وخضار، يعني نظامهم بالانس اكثر او متوازن اكثر، نسبه الاصابه
بالسكر من النوع الثاني كانت كثير منخفضه، يعني هيدي طبعا بصوره عامه. بس هلا هون السؤال جوزيف، هل فينا ننتقل نحن بدنا نقول اكلي اللحوم؟ يعني هون عم تاخذيها من تمي كيف فينا ننقل؟ بس انت ذكر لك كل الوقت كنت اسالك تقولي لي لازم نمرق بروتيين، يعني صح، لحمه وكذا، لانه الجسم بحاجه. صحيح. بس دائما حضرتك مثل كل الاطباء، يعني اللي هي دائما اب تو ديت، في دراسات جديده بتطلع وممكن تغيري رايك بمرحله من المراحل بمطرح معين. هلا انا مني يعني انا مش ضد اللحوم عامه، انا اكثر مع تقليل بالكميه. يعني انا نصيحتي للاشخاص اللي عم بيسمعونا، اذا حضرنا بالاسبوع، قلنا نحن بنقسم نهارنا اسبوعنا، نقطع على القليله 3 مرات من دون ولا نوع من اللحوم، ولا سمك ولا دجاج ولا شيء، نعطي مجال لجسمنا بالاسبوع مره او مرتين للسمك، ونعمل مرتين بالاسبوع لاكل اللحوم الباقيه، يعني دجاج ولحمه، وباقي يعني عندك 3 مرات بالاسبوع نعمل من دون لحمه بس بالمره. بس نحن المطبخ اللبناني والميزه اللبنانيه غنيه بالخضار، يعني صحيح، يعني ما رح مثل ما بيقولوا ننزعج. يعني انا اذا عملت نهار مجدره، نهار عملنا مثلا ورق عنب بزيت او محاشي، اي نوع من المحاشي بزيت، ونهار عملت اليخنه لنقول ملوخيه او لوبيا، اي نوع لا من اليخنه من دون لحمه، رجعت عملت مرتين بالجمعه سمك، فيها تكون مره صياديه، مره ثانيه تكون سمك مشوي مثل هالسمك الحلو اللي شفناه، مش مقلي، مش مقلي. هلا معلي من مرق مره، معلش من مرق سردين مقلي مره، بس زيت نظيف بليز، بتكبوا الزيت ما ترجعوا تستعملوه. مثلا كارلا مكلفه يا جماعه، بس انه بكون تسمعوا لها، ما في هيك ما فينا ما انا زيد مصروفي بالبيت دبل من وقت ما تعرفت من زمان. مش مزبوط شو لا بدنا نرجع نعمل حلقه تحديدا عن المصروف والاكل الصحي اذا مزبوط عالي او لا، ومره بنعمل فيها رز على دجاج او دجاج وبطاطا بالفرن، ومره ستيك ما تزعل او لحم مشوي. كيف معك؟ كثير منيح. بس انا بتعرفي قد ما عم بسمع عالم فيجيتيريان ومبسوطين بحياتهم وتغيرت حياتهم، عم تشتهي، عم بتحمس، بس ما بعرف كيف بدي اعود اولادي، لانه بتصور ما مثل ما قلت لك، مثل ما عم نعمل بلش هلا انا عم بقول لك 3 مرات بالجمعه لشخص بياكل لحم كل يوم كثير، بنبلش من نهار نهار بالجمعة، مثل عند الطوائف المسيحية في عندهم نهار الجمعة على طول على مدار السنة ما بناكل لحمة ودجاج، فينا نبلش بهالطريقة ومنزيدهم تدريجيا، كل شهر منزيد نهار ونخترع أكل. طيب في قصة اللي بياكل مثلا لازان بالسبانخ، مش غلط، مش غلط، الكيش فيها تنعمل كمان بسمك او بخضار، صحيح، او بخضار، يعني او مثلا بالسومو. هلا بعيط علي جوزيف، كيش وسومو شو بتشكي؟ اي انا بس بدي اتخيل، بدي اتفرج على مطبخك وبرادك، بتصور كثير مرتب بيكون وهيك مفروض، وهيك مع التبر وريت فوق بعض وقت اللي بدك انت معزوم. ثانك يو كارلا. بس طبعا انا بسمع كثير من العالم انه تغيرت حياتهم، صحيح، وقتها بطلوا ياكلوا لحمه، يعني تغيرت حياتهم النفسيه والجسديه والصحيه. صحيح. ومثل ما قلت، يعني هالاشياء اللي عم نقولها لكل الاشخاص تحديدا اللي عندهم مشاكل صحيه، عندهم استعداد لامراض قلب وشرايين بالعائله، دهون عاليه بالدم، يفكروا بهالنظام الغذائي. انا بدي اتشكرك، وانت من النساء اللي اثروا فينا كمان بالحياه. شكرا جزيلا. انا بعيدك ولكل المشاهدين بقول لكم بريك قصير، وبعدها بنعود للمتابعه نحن وياكم، خليكم معنا.